مين؟ أنا أدهم السعدية. تحت. في حاجة يا أدهم؟ جاي أشرب معاك كوباية شاي. وده وقته؟ أدهم مالوش وقت يا سعدية. ما تتأخريش. عايز إيه يا حبيبي؟ عايز أشرب يا ماما. حاضر. هنتفاهم بقى حلوة. نتفاهم على ايه؟ على اللي انت عارفاه. بلاش استعباط. انا مش عارفة حاجة. تعال، انا استنيتك لحد ما عدى الاربعين بتاعك ومش هتسمع، وإلا ما بقاش ادهم اللي كلمة كلمة. او ديني احسن ابهدلك، هاخد منك الفدان والبيت. حرام عليك، ده انا وليا وبربي يتامى، عايز تاخد مني الفدان اللي بناكل منه والبيت اللي متوينا؟ بقولك ايه، مفيش حد في البلد يقدر يرديلي كلمة ولا طلب، اللي بعوزه باخده على طول. الموت اهون عندي من اللي انت بتفرضه عليا. يبقى من الليلة دي بقى تلم عيالك وتسيب البلد. ابوس رجلك، حرام عليك. ما تباتيش فيها، هجرجرك انت والعيال. تضرب امي ليه؟ اخلص منك لله يا مبتدئ. عشان اروح اقبض المعلم ونروح. يلا. السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام يا حبايبي. يلا روحوا غيروا هدومكم على ما اجهز الاكل. ها؟ يلا يا حبيبي، وانت هغسل لك المريانة علشان تروح بيها يوم السبت نضيف. انت يا راجل، ياما كان نفسي تروح المدرسة زي اخوك. كنا هنصرف منين يا ماما؟ خدي أجرة الجمعة وكمان بقى الشهور. خليه معاك يا حبيبي، هات أي حاجة نفسك فيها. البيت أولى يا ماما. وأنا يا ماما. النسطة ايدين بشيش. خليه معاك يا حبيبي، اشتري اي حاجة. خلاص؟ يلا روحوا غيروا هدوم. ربنا يسعدني ويفرحني بيكي. ايه
يدي أطوايا. السلام عليكم يا أستا كبير. عليكم السلام. بالحظ ولي مبروك، الأول على دبلوم الزراعة. ألف مبروك. يا إيه أنت هتعيط يا راجل؟ بالعكس، ده أنا فرحان، فرحان قوي. ده اليوم اللي كانت أمنا الله يرحمها تتمناه. وديك حققت لها أمنيتها يا أغلى وأعز أخ في الدنيا. دلوقتي خلصنا المهم، ناقص الأهم. قصدك الأرض يعني؟ طبعاً، هو في غيرها؟ الأرض هي العرض يا شعبان. أمنا دخلتك الزراعة ليه؟ عشان أمنا ترتاح في تربتها لازم أرض أبونا ترجع وأنت اللي تزرعها. ومال أخويا؟ ومال نزرعها برضه؟ ما أنت الكبير برضه، كلمتك هي اللي تمشي. ودلوقتي لازم نرجع البلد. يلا أخويا يلا. شاطر يا يلا اخويا. انا ما تعودتش حد يقول لي لا، واللي يقول لي لا اكرهه قوي. بسوني انا ما قلتش لا، انا قلت ما اقدرش. ما تقدرش يبقى تاخد على قفاك. ده انت ولا حسدتني البلد كلها ملكك وما جاتش على الجراطين بتوعي. مين اللي خد الجاموسه اللي عندي؟ العلم عند الله. انت والقراطين والدار اللي انت فيها هاخدها مصادي جاموسه. حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم بالله، بس هتختم على عقد بيع القراطين والدار اللي انت فيها، ولو ان تمنهم ما يسويش تمن الجاموسه، لكن الرحمه كويسه. لكن انا ما سرقتش ولا عندي جاموس من اصله. اختم. طب اروح الدار اجيب الخيط معاه لحد ما يختم العقد، وبعد ما يختمه تدوه للبرنسيس عشان انا نازل مصر. يلا امر معاك. دم يا سيد المعلمين. كنت فين يا بت امبارح؟ كنت بزف عروس. عقبالك كده واجي انزفك. ايه هتشتغل زيي؟ لويت يا بت ودورت. اجيب الاصطباح؟ لما تيجي البرنسيسة. اصلها بعافيه شويه مش جاي. ليه خير عندها ايه؟ شويه انفلونزا. طب اروح اطمن عليها واجي. يعني مفيش اصطباحة؟ اما اجي بقى يا الله. طب هتيجي بقى تغسلي الهدوم. اهلا بسيد المعلمين وكبير البلد. الست فين؟ في اوضتها. فتنا بتقول انها بعافيه شويه. الله اعلم. الله اعلم. طب خش قول لها ان انا موجود. على عيني. حاضر. في ايه يا مصلح؟ معلم ادهم مستنيكي بره. طيب. ألف بعد الشر على البرنسيسة. إيه؟ الحلوة مقموصة ليه؟ وأنا إيه اللي هيخلينا تقمص؟ على العموم نتكلم بعد ما نفطر. ماليش نفس، افطر أنت. الفطار يحلى وإحنا مع بعض. إيه الحكاية يا نعمات؟ قرفت، زهقت من عيشتي. ليه؟ ده أنا معيشك برنسيسة، مولع لك صوابع العشرة شمع. أنا أدهم اللي البلد كلها بتخاف منه وتعمل حسابه. انت الوحيدة اللي بعمل لك حساب. ناقصك ايه لا مؤاخذة؟ ناقص لي تتمناه كل واحد.
انا ضحيت بأعز شيء عندي وحافظ على كده لحد امتى؟ وهو كده ماله؟ كخه دي الناس بتحسدك. بتهيألك اللي جوه الناس باين في عينيهم بس من خوفهم منك مش قادرين يقولوه. وايه طلباتك؟ تتجوزني يا ادهم. وهتزيلي ايه يعني؟ ورقه المسؤول؟ احس بكياني، احس باحترام الناس ليا. وهي الناس كانت بتحترمك امتى؟ اهم شمرة النملة لما كنت بتشيل المشانة في السوق. يا ريتها كدامت. يا نعمات الناس بتعطف على الفقير بس ما بتحترموش. عموما انا متنازل عن الفطار ولما ارجع من مصر تكوني رؤتي ونتفاهم. باين علينا مش هنتفاهم ابدا مادام رجلك خدت على مصر. لا دي سفرية جت مفاجأة كده في السكة. وحتبات هناك؟ مضطر غصب عني. تسافر وترجع بالسلامة. يا عيني يا عيني على الرضا أو كده. جاهز الفطار يا مصلحي. الحقني يا مير، هيموتوني هيموتوني. يلا التوغل يلا. مالك يا حاج؟ ايه الحكايه؟ المفتري الظالم عايز ياخد مني القراطين والدار ويطردني من البلد. ايه هو محدش قادر عليه ولا ايه؟ ربنا قادر وموجود. الناس هنا في البلد غلابه وده مفتري. ده مين ده؟ ادهم الجبلاوي. ادهم الجبلاوي. مالك يا راجل؟ مالك؟ لا لا مفيش حد مفيش حد. بعدين اقول وانت على فين يا بلدينا؟ ارض الله واسعة. الله طب بيتك وارضك. ما انا لو رجعت هيموتوني وبالاخص بعد اللي حصل. طب اسمع، تأجر لي البيت والارض وغور الطحين؟ ممكن. ما تشتريهم احسن. معقول معقول ابو رجب؟ طيب اسمعوا، نروح نقعد في مكان ونشرب كوبتين شاي ونتكلم على الرواق. صح كده. يلا جرب كده. لا هتدور. الله ده اخوك مفتح قوي. دور يا بت. هنا والشفا يا سيدي المعلمين. هتنق اخويا غور. يا برنسيس انا ماشي، مش عايز حاجه من مصر. يا ريت تحاول تيجي الليله عشان عايز اتعشى معاك. كان نفسي اتعشى معاك يا حبيبتي بس مضطر اتعشى مع الجماعه، اصل عشا شغل. بس اعمل حسابك الفطار بكره معايا. هو الفطار يحلى اللي معاكي. بقول لك ايه، لما العيال يجوا بالعقد بتاع بسيوني خديه، انا كاتبه باسمك. اشوف وشك بخير. مع السلامه. مبروك عليكم، بس خلوا بالكم من ادهم. ما تقلقش انت، اتكل على الله.
طب انت هتعمل دلوقتي يا عم بسيوني؟ ايه هنزل مصر واجيب افاصيل فاكهه وعلى اي رصيف واركب. ايوه يا عم، وسنه ولا الثانيه ويجيب لك محل فكهاني بقى وتقعد قدام وتحط رجل على رجل وتعمل معلم بقى فيها. ايه وانت عرفت ازاي؟ طبعا ما انا عارف، فهمكم كل حاجه طبعا. الله. كلهم في الاول لقيتهم افاصيل اتعترغوا. يلا اتكل على الله. سلام عليك. يلا سلام عم بسيوني. استرجع انه مش ناقصيني يا ولسان طويل، لسانك طول كده اهو كتخيبه. بدل ما كنت تطول لسانك على واحده زيي كنت تطول لسانك على اللي شنفطوكوا انتوا الجوز. ايه يا عيال جايين من المستشفى؟ اجري هات لنا كرسي معسل. كرسي معسل؟ لا شويه بن وانت السادة عشان تكتب بيه دمك السايح. انت التريقه ولا ايه؟ تكون خيبه. صباح الفل يا برنسيست البرنسيسات. احضر الاستباحه. استباحت والعشاء معاك. نايما يا قبلاتي. بعدين معاك يا بنت شوفي الشغل. عينيا. مالكوا يا رجال متخرشمين كده ليه؟ زي ما يكون طص في وشكم بابوك غلط. ها جبت عقد بسيوني يا مرعي؟ لا جابك يا بتسالك انت. ايه الحكايه؟ يكونش بسيوني هو اللي عمل فيكوا كده؟ معقوله تبقوا مش رجاله وخساره فيكوا اللقمه؟ بسيوني ده لعقب صباعي كابنا على اخوانا معلمه. افهم من كلامكم ان الموضوع طلع في شنك؟ تبقوا مش رجاله وخساره فيكوا اللقمه. قهوه ساده يا فضة على روح الرجاله. ضربة شيلو فتح الله فين؟ اسأل حجارة البرنسيس. برنسيسة؟ برنسيسة وصاحبة قهوة؟ دول فين عادة والله. دي كانت غشانة وبتسرح بنشانة. بس اكملي عليك. طب تعرف غلط ليه؟ غلط؟ غلط ايه يا عم بس؟ في ايه؟ وانت خايف ليه؟ كله محصل بعض. يا راجل. يا عم روح يا عم. يا عيني على رجالة قلبي. ده واحد شرب من بيت دم. نفر يعمل فيكوا ده كله؟ اهو جه لحد عندنا. هو ده لازم اشرب من دمه. بقول لك انت وهو، انا مش عايز اقلق في القهوه. يلا يلا وردينا عرض بتاعك انت وهو. يلا يا اخوي. اهلا وسهلا. ممكن نقابل برنسيسه؟ قدامك وتحت امرك. انت بقى البرنسيسه؟ انت برنسيسه ولا يا نبر عن جد يعني ولا؟ لا ده اسم الدلع يا الدلعان. بس بسم الله ما شاء الله لايق عليكي كده صح يا رجب؟ وبعدين يا شعبان خلينا في الجد. عاشت الاسامي. اتفضلوا اشربوا حاجه. اتفضلوا يا رجاله. الله يخليك. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا. اهلا اهلا بالرجاله. فوتنا يا فاطمه. نعمين يا ابله. تعالي شوف الرجاله يشربوا ايه. يا الف اهلا وسهلا. نورت البلد يا رجاله. تشربوا ايه؟ شاي وكرسي معسل. والبيت؟ انا بقى بحبه الحليب. هو ايه المعسل؟ لا الشاي. يمكنك عطاشة. صدق باين عليها بنت ونكته وبت زي العسل. ابو رجب وبعدين يا شعبان انت نسيت احنا جايين في ايه؟ في ايه يا ابو رجب؟ ده شويه تفاريح بس. الله باين عليك جد قوي. الظروف بتحتم على الواحد انه يبقى جد. والظروف برضه بتخلي الواحد محبوق شويه يا ابو رجب. وانت باين عليك واخد الدنيا سبهلله. اسم الله عليك، اصل الحياه قصيره يا ابله. حلوه قوي ابله مش كده برضه؟ طبعا. المهم خلينا في المهم. الرجاله منين؟ من مصر. انا مؤكد. وجايين لمين؟ احنا جايين في موضوع خاص بينا. وزي ما تقول كده رد اعتبار. رد اعتبار؟ من مين؟ مع اللي كان حق اليتامى. ورماهم في الشارع بعد نص الليل. مع بني ادم هنا اسمه ادهم. ادهم انتين الشاي. لسه شفت حاجه جاي في الطريق. ما بلاش الراجل ده وابعده عنه.
لا معلش نستأذن احنا بقى، الحساب وحياتك يا الحساب وصل وعيد كده. انتوا نازلين فين؟ في ضربة سيوني، ما احنا اشترينا الارض وابور الطحين وكل حاجة لو خير ادب. ايه يا شعبان وبعدين؟ اصل اخويا الكبير ما اقدرش ارد له كلمة، ما اقدرش. بالاذن. طب مش تشربوا شاي الاول؟ لا معلش يلا. ما تخلينا شوية. طب ما تخلينش. يا نونوش، كنتيش في الفورمة الليلة دي وانت طول راسك لمقص، مالك؟ ما ماليش. لا ده ازاي؟ ايه اللي جرى صحيح؟ في ايه مالك؟ ده انت بجح بجاحة يا اخي. ليه؟ بذمتك ما انتش مكسوف على دمك؟ كسف ليه؟ ايه اللي جرى بس؟ اسأل روحك. ما انت روحي وعقلي وقلبي يا حياتي. اوعى اوعى كده. ايه ده انت شايلة مني اوي اوي. الله 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 الله، مع اني جاي وجايب لك الخير كله. احنا مش اتفقنا انك هتيجي تتغدى معايا امبارح؟ ما جيتش ليه؟ اه صحيح نسيت. نسيت ايه؟ خايف نسيب يا اخويا الطين اللي انت غرقان لي فيه؟ كلام طالع من بوقك زي العسل. ايوه يا اخويا اضحك على عقلي اضحك. هو انا اقدر اضحك على عقلك؟ بس بعد العشاء هقول لك كل حاجه. يا سلام، اهو ده بقى يا اخويا اللي انت فالح لي فيه. كويس ان انا فالح في حاجه. عاد عليا يا اما لازم ارد لك اعتبارك. خلاص بقى راجب بقى اقرا لها الفاتحه. رحمه ونور عليك يا اما رب. يلا بقى احنا عايزين نشوف البابور. بابور ايه يا عم؟ ده تلاقيه خربان دلوقتي. خربان؟ اه ده تلاقي اللي اسمه ادهم ده واخده ومستولى عليه وبيشغله لحسابه. لا يا اخويا ده انا اتفنوا فيها. قصدي انا قصدي انت يا اخويا رجب انت اللي بتفنوا يا عم. يلا 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 اخويا رجب. اخويا رجب بجد؟ ايه يا عم الخرابه اللي انت جايبني فيها دي؟ ما احنا هنروقه ونصلحه ونشغله. ما اشوف يا انت هو اللي دخلكم هنا يا انت مين؟ دخلت المصادر برجليكم. ما تلم السرقه انت هو ولا انت تاني؟ الظاهر ما تكيفوش من الخناقه اللي فاتت. اه لا ده الظاهر ان احنا اللي هنتفهمكوا هنا. الحق يا رجب اخويا رجب. خلاص
انا نفسي افهم حاجه واحده بس، انت ليه مش عايز توديني البلد؟ اخاف على الجمال ده كله والقشطه دي كلها تتبهدل في الطين. اه يا خوفي ادهم لا يكون لك جو هناك. انا يا حسره ده انا غلبان. يا ساتر على افكارك. على عموم اصبري شويه وانا هخليك تروح البلد. على كل حال بقى يا حبيبي انت الخسران. طبعا عارف، بس انا بقى ما اقدرش اخسرك. ما قلتليش ايه رايك في العمليه اللي هنلعبها دي؟ المهم بقى يا حبيبي انك تكون مرتب امورك كويس قوي في التصريف. لا لا اطمني، انا اتفقت مع التجار والبركه فيكي بقى. اوكي هاخد 50%. 100% كمان؟ بس انت مش شايفه ان 50% دول يعني مش... ادهم عينين ادهم. بقول لك ايه بقى يا حبيبي، خلاص يا عينيا، شوف لك حد غيري بقى يقوم بالعمليه. غيرك؟ غيرك ده ايه بقى ده كلام؟ نويت اعتزل. تعتزلي ازاي؟ ده انت لسه في عزك. هشتغل لحسابي يا عينيا، ولعلمك بقى في اللي يتمنى تراب رجليا. انا كمان اتمنى ابقى بنسى في شعرك. عارفه لو طلبتي 1000% هكون مبسوط ومرتاح. ده انت اللي مهونه عليا الصعب يا نونش. اتبقنا يا حبيبي. بقول لك ايه يا عينيا؟ نعم. هو انت حبيبي مش اتعشيت؟ لا يعني. والمثل بيقول ايه؟ اتعشى واتمشى. اتمشى لوحدي؟ طيب. حرمت اتعشى ما تعشيني، حرمت اتعشى ما تعشيني، ترى ما انت تيجي. صباح النور. ده البرنسيس قلقان عليك طول الليل. ليه؟ ما انتش عارف ليه؟ اسمع، دي عايزاك تروح لها دلوقتي حالا. في البيت؟ طبعا. امال في الغيط؟ طيب. اجيب الاستباحه ولا؟ ولا. احبك وانت لمبك. اهلا يا سيد المعلمين. فرحتك جميله بشكلك. خير يا برنسيسه؟ البت فتنه بتقول ان انت عايزاني ضروري. ايوه. ضربه سيون اتفتحت. مش ممكن. لا ممكن وحصل، ورجالتك بسلامتهم طلعوا زي الفيران. قصدك ايه بقى؟ فاهميني. في جدع جه امبارح البلد وباختصار اشترى درب سيوني وبابور الطحين، وباين عليه واثق من نفسه قوي وجاي البلد قصدك. قصدني؟ ده يبقى اتجنن ونوى على قضاء. الله يرحمه بقى. انما قوليلي، ما عرفتيش عنه حاجه؟ هي كلمه قالها وبتهيالي وراها حاجات كتير، بس خلي بالك يا ادهم الواد ده باين عليه شديد قوي. الشديد عندي اتهد. ايه الكلمه اللي قالها؟ قال لي رد اعتبار. رد اعتبار؟ ازاي الواد ده دخل البلد وازاي انت تسكتي؟ عيب عليا اتصرف وسبع البلد موجود. ماشي يا نعمات، انا هتصرف ودلوقتي. واللي عايزني يجيني يجيني، انا ما بروحش لحد. اللي عايزني يجيني يجيني، انا ما بروحش لحد. يا ابو رجب، شويه بيض بقى اعمل لك لقمه كده لذيذه تعجبك. خد خد كمان. يلا قول كده بسم الله. بس لعلمك بقى الارض اللي احنا شفناها دي طيبه وبتقول. اسمع بقى يا شعبان. ايه؟ اسمعني كويس، انا عايزك تحط عقلك في راسك عشان احنا هنا في حرب. حرب مين يا عم؟ احنا جايين نزرع ولا جايين نحارب؟ ما هو عشان نزرع لازم نقلع. نقلع؟ مش فاهم يا رجب في ايه؟ ما شاء الله. انتوا مين بقى ودخلتوا هنا ازاي؟ انت اللي مين ودخلت هنا ازاي؟ اخرس. لو رفعت ايدك دي تاني هكسرها لك. اهدى بس يا اخويا رجب، اهدى. ضروري الاخ غلطان. اللي يغلط لازم يتقلب. لازم تعرف ان انا اسمي ادهم.
في صوت يعلى على صوت. جراي عم ادهم الله، هو يعني خدوهم بالصوت لا يغلبوك ولا ايه؟ اسكت انت، انا عايز اعرف بقى مين اللي داكوا الارض ومين اللي دخلكوا عبور الطحين. احنا اصحاب حق، الدار دي ملكينا بعقد بيعمل بسيوني، عارفه طبعا، وعبور الطحين مستنداته معايا. كل ده ملكي والمستندات اللي معاك بالله اشرب ميتها. الله، انت ايه حكايتك؟ هو بالعافيه ولا ايه؟ وبالدراع لو احتكم الامر. ماشي، واللي اتاخد بالدراع لازم يرجع بالدراع. مش معايا انا، مش مع ادهم، واسال عني قوي. في ايه يا جماعه؟ تعالى يا ادهم، دول ضيوف. احنا اصحاب حق يا برنسيسه، مش ضيوف. على عموم البادي اظلم. يلا 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 يا ادهم، يلا يلا بس يا ادهم يلا. وبعدين يا رجب؟ الحرب هتبتدي يا شعبان. حرب؟ الله اكبر الله اكبر. فنجان قهوة وكرسي معسل المعلم يا فاطمة. العيال دي وراها حاجة يا معلم. انا حتة عيل يرفع ايده عليا ده لو عاش ولا كان. انا لازم انتقم منه، مش هخليه يبات فيها. انا شايفه ان العنف مش هينفع معاهم يا معلم. ادهم ما انهزمش انا عمال. طب قوم قوم بينا نروح وبعدين نتفاهم. قوم. قوم عليكم رجاله نسوان، خساره فيكم اللقمه. وبعدين بقى يا معلم يلا. انا خايف قوي يا رجب، الراجل ده يجي برجالته ويجي يحتلوا البيت هنا. يبقى حاكم على نفسه بالموت، لان هيهد البيت عليه وعلى دماغ رجالته، لان الراجل ده ما لقاش اللي هو في قصاده. صح اخويا رجب، برافو عليك، عشان انت المره اللي فاتت لما مسكت ايده جامد قوي راح جايب لورا. جدع. طب يلا نشوف العبور لازمه ايه. بس والنبي اخويا عايز اقول لك على حاجه، ممكن نعدي على القهوه كده نضرب كرسي معسل اهو. يا ابني بطل العواطف دي. عواطف ايه دي؟ اسمها فتنه بس بنت حكايه قوي. يا شعبان ايه؟ ابعد عن الناس دي احسن. ابو رجب انت مخك ودى لبعيد اخويا، انا لا كده ولا كده، انا كده. طب يلا اخويا المشهور. يلا اخويا يلا. ما بقاش لينا اوعاد في البلد. ليه يا جدع؟ ما احنا ابتدينا نتهزق. مفيش داعي شغلنا عند المعلم، كل واحد مننا ليه صنعة. قوموا بينا يا رجاله. واه كذلك، ابعد عن الشر وغني له. سكت عن مطلوبه فوتنا. اذا حضرت الملايكه يا اهلا وسهلا يا قلب نهار ابيض، اتفضلوا يا رجاله. الشاي مش كده؟ وحاضر معسل. عينيا. وانا انت بالحليب. عيني عليك يا قشطه. شفت بقى الجماعه اول ما شافونا راح خلعين ازاي؟ البلد هنا مليانه ديابه ولازم تبقى اسد عشان يخافوا منك. عليا النعمه، انت مدرسه، مدرسه كبيره قوي يا رجب اخويا. الطلب. امال فين البرنسيسه؟ جه خدها المعلم وماشي. تحب ابعت لها؟ لا 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 متشكرين. لازم بيربطوا حاجه. بيربطوا حاجه؟ اشرب وانت ساكت. اسكت ده ايه؟ لحد ما كل واحد في البلد يطمع فيا انا. العيال دي نوع جديد يا معلم، العنف معاهم هيعمل العكس. يعني ايه؟ انخ يا نعمات. معاش اللي يخليك تنخ يا معلم، انا قصدي تتصرف معاهم بمكر، يا حد ما نكشف كل ورقهم وبعدين نتصرف. بس انا مش ممكن اسيبهم يشغلوا وابور الطحين ويزرعوا الارض كمان. سيبهم وخطط لهم بمكر، وانا هعرف لك هم مين وجايين ليه. ده معقول؟ انا ادهم اللي طول عمري ارفع ايدي على اي حد في البلد، يجي عيل صغير ويرفع ايده عليا؟ ده معقول؟ انسى بقى يا معلم وروق. قهوه للمعلم يا مصلحي. ايه ده يا عم اللي انت جايبنا فيه ده؟ ابوه خربان يا عم وهيكلفنا غالي قوي. لا ده انا اللي هوضبه بايده وهيبقى تمام التمام ومكسبه زي الفل. بس خلي بالك بقى ابو رجب، الفلوس اللي معانا مش هتقضي. ما تقلقش، لو زنقت قوي هبيع الموتوسيكل. ما تاجل الموضوع ده شويه لحد ما نشوف بيع المحصول الارض. ده موضوع يطول شرحه يا شعبان. وبعدين يعني وانت فاكر ان ادهم هيسيبنا نبيع محصول الارض كده بسهوله؟ ان جيت للحق بقى ابو رجب انا خايف. من ايه؟ بصراحه السكه اللي احنا ماشيين فيها دي كلها مطبات. عيبك انك لسه صغير وعظمك طري، انت تروح مصر تقعد هناك احسن. انا بقى شايل رقبتي على كفي.
يعني تضيع نفسك عشان ابوك خربان وحته ارض اللي راحت ولا جت. لازم تفهم اني هنا عشان ارد اعتبار امي، امي اللي انضربت بالجزمه من ادهم. كان يوم اسود وعمري ما هنساه. ما تزعلش مني يا رجب، انا معاك وجنبك، والابور هنشغله والارض هنزرعها. قول يا رب. يا رب. قلت ايه يا معلم؟ موافق بس بالليل. اشمعنى؟ مش عاوز حد يشوفه وهو داخل عندك. عندك حق، الليل ستار. بس مش عايزك تليني معاه. انت لسه هتعرفني دلوقتي يا معلم؟ بس يعني مش همسكني كرباك. اتصرف. السلام عليكم. عليكم السلام. واد يا مصلحي خدامك يا برنسيس. اسمع. أيوة. اللي هقول لك عليه دلوقتي مش عايزه حد يعرفه ولا يسمع بيه. اخرس واطرش واعمى. بنت فوتنا. يو نعمل يا معلم. بعد ما تشطبي تفوت عليا في البيت. عيني تحب اشطب لك دلوقتي؟ لا بالليل احسن عشان عندي شويه هدوم وسخه عايز اغسلهم واكويهم. عيني تسلم عليك. انت الليله دي كنت هايله في الرقصه بتاعتي. انت بس اللي معجب. انا متيم والهان. بقول لك ايه بقى، بلاش مجامله. يا ريت اعرف اجامل، انت عندي احلى شيء في حياتي. عصمت بيه، انا مقدره شعورك ناحيتي، بس يا ريت يا ريت ان احنا نستمر نتعامل مع بعض على طول. وايه اللي يمنع ادهم؟ مش كده ادهم خلاني عايشه حياتي من غير طعم. انا بضحك بس جوايا حزن. انا ما كليش ابدا السكه اللي مشاني فيها ادهم دي. تعرف اني نفسي اخلص منه، نفسي احس بكياني، نفسي احس اني انسانه زي كل الناس. انا مستعد اضحي بحياتي واخلصك من ادهم. لا لا يا عصمت لا، انا ما ارضلكش ابدا البهدله. انت ما تعرفش ادهم ده حرامي ونصاب وقتل قتله. ادهم ده مستضعفك وخلاك عجينه في ايديه. الظروف كتير قوي، الظروف بتبقى اقوى من بني ادمين. انا هخلصك منه وهخليه ذليل تحت رجليكي. بجد بجد يا عصمت؟ وانا موافقه، هحط ايدي في ايدك وهجيب لك ادهم لحد مكتبك ومعاه البضاعه. وتستاذني وتسيبينا لوحدنا. حاضر. على اذنك. البرنسيس عايزك حالا دلوقتي. ايه ده عايزها ليه؟ مناش دراني. طيب طيب روح قول لها بكره الصبح، النهار له عينين. ما اقدرش، دي مقرات عليا، لازم يجيبني حالا دلوقتي. خلاص يا عم ما تقلقش كده، مالك داخل علينا بصدرك كده. خلاص يلا بينا يا راجل نروح لها. يلا نروح فين؟ ايه؟ انا اللي هروح لوحدي. الله. يلا يلا خش انت الان. يلا يلا. كده برضه يا راجل؟ ده انا خايف عليك. ما انت الكبير. سيبك من الشيشه دي وقوم اهز راسك شويه. عينيا ده انت تأمرني. Thank you.
اعرفش ابدا. امال ايه؟ امال ايه؟ خدي نفس. تحب تاكل لقمه قبل الشاي؟ لا 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 متشكرين. اطمن يا راجل وما تخافش مني. انا ما اعرفش الخوف لكن اكره الغدر. رجب انا عايز اتكلم معاك شويه، بس عايزك تفتح لي قلبك. بخصوص ايه اللي بينك وبين ادهم؟ حساب قديم وسابق وقلت لك في القهوه. ممكن اعرف السبب؟ يمكن نلاقي حل. الحل جوايا وهو اللي جابني هنا. سنين مره فاتت عليا كنت بعديها باليوم وبالساعه لحد ما جيت هنا. ياه ده انت مليان منه قوي. قولي يا رجب انت بلدك ايه؟ انا اتولدت هنا واتطردت في عز الليل انا واخويا وامي، ما رحمناش المفتري. ادهم؟ ايوه ولازم اردوا له الاهانه. بس العنف بيولد عنف وممكن بالتفاهم يتحل كل شيء. لا التفاهم مع المفتري ضعف وانا مش ضعيف. بس باين عليك طيب يا رجل. لكن ما احبش اكون مظلوم. انت مش اول ولا اخر اللي اتظلم، البلد فيها مظالم كتير. وانا ما اقبلش ابقى زيهم. صعب صعب ان حد يقدر يخلص من ادهم. انا مش هخلص منه، انا هخلص عليه. رجب انا مش عايزاك تتهان. معذوره لانك بتتكلمي بلساني. ابدا انا هطلب منك طلب واحد. ايه هو؟ عايزاك تقعد مع ادهم تتفاهم معاه وحقك هتاخده. بتطلبي المستحيل. اسمع كلامي يا رجب، انا اللي جوايا اكتر من اللي جواك. مش فاهم. يا ريتك تصدقني لو قلت لك، بس ده نصيب اللي قبلته غصب عني. ايه ضحيه من ضحاياه. دمك زي الشربات. بقول لك ايه، خليش حد يشوفك وانت خارجه من عينيا الاثنين. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي جاي لك الساعه دي؟ خش انت جوه. ايوه بس ما تطولش. خشي. مين؟ انا فوزي يا معلم. فوزي؟ يا فوزي نانا عايزاك حالا. نانا ما كانش ممكن تستنى للصبح؟ خير يا فوزي؟ هي صممت اجيلك دلوقتي. ليه حصل حاجه؟ معرفش بس هي اكدت عليا ومستنياك. طب بقول لك ايه، اشتري لي ورقه معسل من الراجل اللي على اول البلد. مين اللي جالك ده يا معلم؟ ده الراجل اللي ماسك اعمالي في مصر. بقول لك ايه، خش انت لما البس تخرجي ورايا. ايه مصر؟ ومين اللي اسمها نانا دي؟ اسم الله. دي ماما. ياما امهات واطفال اتبهدلوا وانا واحده منهم، وياما رجاله اتبهدلت وابويا منهم، عشان كده خايفه عليك وعلى اخوك. يا كلام غريب قوي اللي بسمعه ده. ده شطان، ده شطان وانت مش قده. لا اطمني انا قده وقدود، وربنا يقدرني وارد لكل واحد اتظلم في البلد دي حقه واعتباره. يا ريت يا ريت يا رجل. نشرب شاي بقى؟ نشرب. وبعدين بقى محدش يدلنا على بيت البرنسيسة. بقول لك ايه لو سمحت. لا بقول لك كده انا هفهمك، انت واقف صايح كده لا تديك على بودك تلم، انت فاكرك انا ايه؟ بقول لك ايه، خدي بس اكلمك. مالك الله ما تعرفيش بيت البرنسيسة فين؟ مين جايلك؟ هو انت؟ هو انت؟ ايوه انا. ما تعرفيش بيت البرنسيسة فين؟ وعايز بيت البرنسيسة ليه ان شاء الله؟ عامل في نفسك كده ليه يا مني؟ اصل اخويا رجب عندها. عندها؟ يا ليلى سوخة. طب وايه اللي وداهولها؟ الواد مسالح جاله من شوية دلوقتي وقال له كلم البرنسيسة عايزاه. يبقى اطمن يا عين امك. اطمن يعني؟ اطمن قوي. بس انا خايف لكون المعلم وداه له مغرز هناك ولا حاجة. يا نوخة اسم اللي تنوي حتة، المعلم يا روح امك سافر النهاردة السوق. يا روح امي؟ ايوه. طب اقول لك ايه، انت فاضية دلوقتي؟ فاضية. طب ما تيجي كده ناخد كوبايتين شاي على جنب كده. اتلم قصك قداشة. ده انت بنت قوية. تصبح على خير. وانت من اهله، ولو اني كنت عايز افطر معاك مره تانيه. وعد وعد.
قتلني. عايز تقتلني ها؟ سامعاه بوداني دول اللي هياكلهم الدود. ايه ده؟ وانت ايه اللي وداكي هناك؟ يعني هكون رايحه هناك ليه؟ هتعشق في جماله ولا هتعشق في جماله؟ لما مؤاخذه كنت بنضف له الدار وبغسل له الغسيل. ومين دي بقى نانا اللي بيروح لها مصر؟ شوفي بقى يا ابله، انا قلت لك وعقلك في راسك، لا مؤاخذه تعرفي خلاصك. اه لحسن يغدر بيكي زي ما عمل مع اللي قبلك واللي قبلك. لا مش انا. ايه ده؟ في ايه يا ابله؟ استني انت. ومال ادخل. ايه ده؟ هدياتك يا برنسيسة. قلت لك قبل كده انا ما بحبش الغدر والغدار. يا ويلو مني، لكن اعمل ايه؟ انت واحده ست، ايدي ما تتمدش عليك ابدا. انا مش كده يا رجب، ولازم اعرف كل حاجه قبل ما تخرج. اسال الجربوع بتاعك، كان متربصلي وعايز يضربني بالعربيه. ايه اللي بسمعه ده؟ مين اللي سلطك؟ ادهم. يبقى حسابي مع ادهم. بس ادهم سافر مصر، ولما يرجع حسابه معايا. اما انت بقى هرميك في الزريبه لحد ما يرجع. ادهم هو السبب. ادهم خلانا عبيد وزرع الجبن جوانا. وحياتك يا برنسيسه ما هقعد في البلد. صباح الخير. ما تزعلش مني يا رجل، انا مظلوم. مصدقك. يا مصلحي تعالى ارمي الجربوع ده في الزريبه. يا ترى انت فين يا رجب؟ لا ما بدهاش بقى، انا اروح ابلغ البوليس بقى. لا رجب، ايه اللي اخرك اخويا؟ بعدين اقول لك. بعدين تقول لي ايه؟ انت مش قايل ان احنا جايين هنا في حرب يا رجب؟ الحرب ابتدت. يعني الحرب ابتدت وانت رايح تعمل لي المعاهده مع البرنسيس يا رجب؟ وبعدين معاك، ما تخليش مخك ده يوديك لبعيد. يا عم لا بعيد ولا قريب، انا يا دوبك بلمح للبت بس، قلت لك لم، وانت رايح تعمل لي معاهده مع البرنسيسه يا رجب. برنسيسه؟ اه. دي طلعت ضحيه زينا بس بشكل تاني. الاخرى طلعت ضحيه؟ يا نهار اسود ومنيل، يظهر الواحد عليه مش هيعيش في البلد دي خالص. يلا ننام احسن. يلا ابو رجب، ما انت الكبير يا اخويا. يلا يا اخويا. بس ما كانش فيه داعي يعني تجيبيني كده بالليل على ملا وشي. جرى ايه يا معلم؟ ما انت جاي، ما كنت بتيجي من غير ما اطلبك، وكنت بتيجي في ساس الليالي، ما هو ده برضو شغل. وكان يجرى ايه لما اجي الصبح يعني؟ حبكت. وبعدين عصمت ده انا ما بحبش اتعامل معاه خالص. تحبه ولا تقبله؟ هو انت هتناسبه؟ ده راجل هنعمل معاه شغل، والراجل ده هيعمل معانا بيع وشراء، وهيدينا اعلى سعر. مزاجي كده. وبعدين اصل منظره لا مؤاخذه مش عاجبني، بيرسم نفسه وتنطط عليا. جرى ايه يا ادهم؟ انا خلاص اديت للراجل كلمه. بس كان لازم تشوريني. الله، جرى ايه يا ادهم؟ ما احنا المره اللي فاتت وانت هنا اتفقت ان انا هتصرف، وخلاص يا حبيبي اتصرفت. بقول لك ايه، اوعى تطلعني عيله قدام الراجل. بقول لك ايه، ما ناجل الموضوع ده حبتين. انت شايف كده يا ادهم؟ ايوه. خلاص كل واحد يا حبيبي يشوف حاله. شوف حاله ازاي؟ انت بتقولي ايه؟ زي ما انت سمعت كده بالظبط. وبقول لك ايه بقى يا عنيا، اذا كان على نصيبك يا حبيبي، خده من الارض اللي انت عمال تشفط في فلوسها، اللي حتى ما اعرف ارضي بتجيب كام. الله 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 الله. ايه يا نونوش، بطل العصبيه اللي انت فيها دي. بصراحه بقى انت اللي بتعصبني. كل ده عشان الواد الكحيتي ده. يا حبيبي انا شايف ان الراجل ده كويس قوي، ومش قادر افهم انت ليه واخد منه جنب. خلاص اللي تشوفيه. ماشي يا حبيبي، الميعاد بكره الساعه 2 في مكتب. طب ما تيجي بقى نروق نفسنا كده بنفسين حلوين. روق انت يا عينيا، انا تعبانه وهخش انام. ليه مش هتتعشي؟ ما بطلته. بطلتي؟ الناس بقت وحشه كده ليه؟ Thank you.
يلا تعبان. يا ابو رادب بقول لك ايه بقى، انت تسبقني على البابور وانا هحاسب واقول لك على الارض. مفيش فايده معاك الحساب بقى. الله، ومستعجل على ايه؟ هو احنا في ما بيننا وما بين بعض حساب؟ تعيش يا فتنه. اسمي فتنه، مره تقول لي فتنه ومره تقول لي فتنه. بالفوق بالضم. احب الضم. وانا كمان. لا ده انا باين عليا كده مش ناوي اشوف شغلي. بقول لك ايه، بس فلانيه عندك طلب صغير بقى. صغير كبيره اهو، ثلاث قط. ممكن تجيبي لي كوبايه شاي كده وانا قاعد في الارض؟ اجيب لي. هتجيبي لي؟ اجيب لك وانا مستنيك. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا يا معلم. انت ايه اللي جابك؟ يو اللي جابني جابني. ما انتش خايفه؟ انت نسيتني الخوف. الله، طب والمعلم ادهم؟ اللي يعرف الرجاله ما يهمهوش العيال. انا جايه افطر معاك. فطرت؟ بس مش زي افطار. طب اخلص شغل. افطر الاول وبعدين اعمل كل حاجه انت عايز تعملها. مصممه وجايه لك مخصوص. العيش والملح يبقى ارتباط، مش كده؟ للي يسونه. عشان كده انا جيت افطر معايا. مالك بتبص لي كده ليه؟ مش عارف. لا عارف وحاسس. انا يمكن اكون حاسس، لكن لكن ايه؟ احنا كده الوقت هيسرقنا. هتخلص قوي؟ ما اظنش. طب كل يجي ما يجيش، يجي ما يهمنيش، يجي على المحطة، يجي المطلوب. الله، ده انت جيتي بسرعة اهو. ليه، كنت عايز نجي على مهلي ولا اجي على مهلي؟ كنت عايز اقول لك. هتقول لي متجوزة هقول لك لا، هتقول لي حد قايل عليكي هقول لك لا، هتقول لي حد قالي فسحتك برضه هقول لك لا. الله الله الله، انت مخوية يا بت ولا ايه؟ الله، اسم الله والحرس، الله يجعل كلامنا خفيف عليك. يا سلام عليكي، الله هو أكبر، الله هو أكبر. ده انا قتيل البلد دي. هاي ادهم، قلت ايه؟ هنروح لعصمت؟ ايه يا ادهم، ما ترد عليا. صراحه انا صرفت نظر عن العمليه دي. نعم يا حبه عيني. يعني ايه صرفت نظر؟ يعني صرفت نظر. ماشي يا ادهم، افهم بقى. نحط النقط فوق الحروف. يعني ايه قصدك؟ ايه قصدي؟ كده بدون عصبيه ولا زعل. شيل ده من ده، يرتاح ده عن ده. وضحي كلامك يا نانا. يعني يا حبيبي تديني ارضي ونتحاسب وتشيل البضاعه اللي عندي. ما تلعبيش بالنار يا نانا، انا تنساك. ادهم، ما تنساش نفسك. لا مش ناسي يا حبيبتي، انا عارف انا كنت ايه، بس المهم دلوقتي انا ايه وعندي ايه. اللي عندك ده مني يا ادهم، وزي ما انا خليتك كده دلوقتي ممكن رجعك تاني زي زمان. فوق يا نانا،
عصمت ده هيغرقك. ولو فضلت معاك هغرق. المهم انا هسيبك تفكري، لان العيش ما بتهونش عليا. انا عظمي مر. وانا امر من المر. الو. اهلا يا عصمت بيه. ها؟ لا انا هتصل بيك بعد شوي. لا لا ابدا. ها؟ يبقى حصل حاجه بينك وبينه، حاولي ما تشديش معاه. اوكي يا عصمت، هو ده اللي هيحصل. باي باي. اوكي يا عصمت، مساله بانت قوي والكلفه اتشالت بينكو. شيء ما يخصكش يا ادهم. بس الشاطر بقى اللي يضحك في الاخر. انا موجود في البلد، لو رجعت لعقلك ابقى ابعتيلي. اوكي. طيب طيب يا ادهم. الو. ايوه نان، حصل ايه؟ انا هم مضايقش نفسك. ايوه يا اسمك، طبعا احنا لازم نضرب على الحديد وهو سخن. ايه دي امال، لازم نستعمل المكر معاه. بقولك ايه، تعالي لي شويه. بالاذن يا برنسيسة، اودي الشعبان الشاي بحليب. روح. ما وصكيش، خلي بالك على الوقت. الشاي ده وصاي، لكن شعبان ما يحتاجهاش. هنعمل ايه دلوقتي يا رجب؟ اللي في علمي وتمه. صحيح انا بتحمى فيه، لكن خايف عليه. غلط. اهو الخوف ده اللي خلى ادهم يشم نفسه عليك وعلى البلد كلها، لانه ما لقاش حد يقف قصاده. وانت بقى اللي هتقف قصادي يالا. دي اللي معادي كده يا نعمات. وانت دخلك ايه؟ الله، دي القطط بقت بتتكلم. القطط فتحت يا ادهم. اللي فتح في ادهم عميه. لم نفسك يا ادهم. بصراحه انا قصدك انت. يبقى حفرت قبرك بايديك. اخرس يا ادهم، ما تحاولش تقف قصادي. انت جبان، وقبل كده قلت لك لو رفعت ايدك دي هكسرها لك. عملته ده النهارده بقى رجب، تبقى اعلنت الحرب رسمي كده على ادهم. دي بدايه النهايه يا شعبان. بدايه النهايه؟ هو لسه في نهايه غير كده؟ طبعا. الله، ده انت ناوي تقتله بقى؟ لا. امال ايه؟ الجبان بس هو اللي سلاحه الاكل. لكن القوي صاحب الحق عمره ما يقتل. يا خوفي يا خوفي من اللي جاي يا رجب. ما تبطل حكايه الخوف دي، ادهم خلاص انتهى. ما هو ده اللي قصدي اقوله، وكفايه كده بقى وخلينا نعيش حياتنا. هنعيش. وهنعيش كويس قوي، بس بعد ما اخلص عليه. الله، انت ناوي تقتل اخويا رجب ولا ايه؟ لو النبي ربنا يخليك، الحياه لسه حلوه ولسه ما شبعناش منها. هتشبع، هتشبع كتير قوي. اصل بصراحه ما اخبيش عليك بقى، انا حبيت البلد دي قوي. البلد كلها؟ وبيتهيألي برضه انت كمان حبيتها. شوف يا شعبان. ايه رجب؟ اما نخلص المهمه اللي جايين عشانها نبقى نفكر في اللي انت بتفكر فيه. وبعدين ما تفكرش يعني ان انا مش فاهم اللي بينك وبين فوتنا. ما هو برضه انا مفتح برضه ابو رجب. شيل من دماغك اللي انت مفتح له. قول لي يا شعبان، ايه انت بتلف وتدور بالظبط على ايه؟ وغلاوتك عندي يا اخويا انا فرحان لك والله. اصل انا عايز اقول لك على حاجه، انا عايز اخد فرصتي بصراحه ابو رجب، وبعدين عشان ما يقولوش برضو ان الصغير عملها قبل الكبير. بقول لك ايه، خلينا في المهم. ايه؟ احنا عايزين نجمع اهل البلد كلهم
ونشيل من جواهم الخوف من ادهم. صح صح اخويا رجب، لان الناس دي محتاجه راجل يقف جنبهم ويجيب لهم حقوقهم. ايوه ده اللي لازم نعمله، ولو تم يبقى خلصت عليك يا ادهم. نعمت. ايه حضر وقفه كده كتير؟ اتفضلي. طبعا عقلك بيقولك انا ايه اللي جابني دلوقتي. احب اعرف، ولو انك ظهرت على حياتك في القهوه. غلطان غلطان يا ادهم، عشان ما قدرتش تفهم سبب تصرفي ده ايه، عشان كده انا جيت دلوقتي، جيت اقولك انك اتهورت في القهوه وده عيبك. بس انا برضو ادهم يا نعمت. ما كلنا عارفين ان انت ادهم، بس الطريقه اللي بتخوف بيها اهل البلد ما تنفعش مع الواد ده. الحرب يا ادهم عايزه تخطيط وتدبير ومكر. انا اللي هقول لك كده، ده انت سيد المعلمين. بس اعمل ايه، مضطره. عندك حق يا نعمات. وانت ايه رايك؟ الواد اطمني وبكره اعرف خباياه. الواد ده لازم اخلص منه، لازم اكسر له نام. بس ازاي؟ بالعنف برضه؟ لا، هخلي عين من العين اللي عندي يبادله، وعيار واحد يخلصني منه. مالك؟ لا بس بدورها في دماغي. عندك حل تاني؟ لا بس فين وامتى وازاي؟ بعدين بعدين هقولك. شاي بسرعه. انا يا اخويا مش وقت. اسمعني كويس، ادهم بيدبر لك مصيبه. مصيبه؟ يبقى بيحفر قبره بايديه. هو ايه حكايه الراجل ده؟ اسمعني كويس يا رجب، خلي بالك من نفسك، انا لسه جاي من عنده دلوقتي. ما تفهمنيش غلط يا رجب، انا كان لازم اروح له بعد اللي حصل مني في القهوه. انت لسه برضه خايفه منه؟ انا خايفه عليك يا رجب. انا فاهمه ادهم كويس، ادهم خاين وغدار، عشان كده فهمت ان اللي حصل مني في القهوه كان لمصلحته، عشان افهم ايه اللي وراك. لا مؤاخذه بقى، انت بتلعبي على الحبلين بقى ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا مش كده يا شعبان، ادهم هيسلط عيل من بتوعه كده بس. هو ده اللي قالك ما سلط عليا رجالته قبل كده كلهم وضربته. المره دي هيلبدلك عشان يقتلك بالرصاص. ضرب الغادر والجبن. رجب خلي بالك من نفسك، وبلاش خروج بالليل، بلاش خروج بالليل. انت ما بقتش الامل ليا لوحدي، انت بقيت الامل للبلد كلها. متشكرين يا نعمات. قوم قوم بسرعه تاني. ايه يا فوزي في ايه؟ جماعه حراميه جايين ودخلوا قبور التحيل عشان يخربوه. وانت مين اللي عرفت الكلام ده؟ ها؟ انا معديه يا اخويا الصدفه، الحق بسرعه، حاجتك هتبوظ يا اخويا. طيب حاضر حاضر، هاجي لك انا بعدين اشوف انا الموضوع ده. يلا يلا انت بس. يعني ما طب الضبط ده ادخل، طب استناك واخدك معايا. بعدين حاضر حاضر حاضر. شفت ده ملعوب. مش يمكن يكون صحيح. حتى لو صحيح في 60 داهيه البابور، بس ما تخرجش. البنت دي مسوقه من ادهم. صح يا اخويا رجب، اسمع كلامها. رجب خليني امشي وانا مطمنه. اطمني يا نعمات. ايه رايحه فين؟ هوصلك. طب يلا. الفجر قرب يطلع. يا جدع ما تقلقش. انا عبد المأمور يا ابله، مش ده ادهم؟
مش ده ادهم اللي ضيعك وضيع مستقبلك؟ مش هو اللي قتل ابوكي؟ الخوف يا أبلة. يبقى كان لازم نقف جنب الراجل الجاي يردنا اعتبارنا. ادهم ده تعبان نبو ازرق واللي يعضه لازم يتسمم. كان لازم تيجي تقولي لي قبل ما تروح الرجب. غصب عني يقطعني، يا ريتني ما كنت عملت كده. بقولك يا فتنة، مش عايزه ادهم يعرف ان انا كنت عند رجب. امورين يا أبلة، كانك ما شفتهوش ولا نعرف اي حاجه عن الموضوع ده خالص. خلاص كوبايتين شاي يا مصلحي. بتقوله ده؟ انا اروح للنار برجليا؟ انا اروح لادهم لحد البلد؟ ادهم ضعيف قدامك علشان بيحبك، ودخولك عليه في البلد هيخليه ليه؟ ممكن افهم ايه اللي انت عايزه من كده بالظبط. اهو ده اللي هنتكلم فيه. فهمت اللي قلت لك عليه؟ بيني وبينك يا أبلة، كان المفروض هو ده اللي يحصل من زمان. كل شيء بأوان يا فاطمه. تمام، كان فين بس تسير رجب ده؟ ربنا بعته لنا. وشعبان كمان، ده شعبان زي القمر وقصته نازله كده وبيعمل كده اهو جميل. اهمات يا بنت، اهمات يا بنت شويه، مش ملخص من الهم اللي احنا فيه ده. صبرت كتير يا أبلة، صبرت كتير. خلاص فاطمه باي عايزه افرح بقى والبس. يعوض صبري خير، انت راخره يا رب. وبعدين معاكي بقى، وبعدين معاكي. فرحانالك، فرحانالك يا برنسيسه يا قمر. وانت طلعت من السجن امتى؟ النهارده سيدي معلمين، وما لقيتش حته تلمني قلت اجيلك وعشمي فيك كبير. صدق انك انت ابن حلال، عايزك في شغلانه كده صغيره. امرني. في واد كده شايف نفسه جاي البلد وفارد قلوعه قوي. نكسر قلوعه ونتويه حتى لو كان هيركر. عايزه حي ومتكتف عشان اشفي غليلي منه. بسيطة سيد المعلمين، ده انا خارج من السجن ومعايا جوز عيال. ايه كده؟ بقول لك ايه، خد دول مقدم وتصرف انت مع العيال بتوعك. اخرك مغرقنا سيد المعلمين، بس انت دلين على مكانه. ده انا خرمان شغل والايد البطلة نكسر. وانا هكيفك شغل كده. خش انت جوه. ماشي، من خش وانت شبه مرات واحد صاحبي. مين؟ نينا. ايه؟ ادخل ولا ارجع؟ ما ترد. اتفضلي، البيت بيتك. يا ترى ايه سبب الزيارة المفاجأة دي؟
فكرت يا حبيبي وقلت عشان كده بقى أنا جيت لك. بس دي أول مرة تيجي هنا. حبيت أثبت لك يا حبيبي إن القطة الصغيرة دي ممكن تخش بيت الأسد وما تخافش منه. والأسد عمره ما يفرض عضلاته على القطة. ليه؟ لأنها ضعيفة وهو واثق من نفسه قوي. طب افرض بقى يا حبيبي إن القطة دي راحت مخربشاه. أطبطب عليها. بجد يا أدهم؟ يعني أفهم من كده إنك بتحبني؟ أحبك. يا ريتني كنت أقدر أكرهك. متأكدة يا حبيبي، وعشان كده بقى أنا جيت لك. بس اللي بيحب يا نانا لازم يسمع كلام اللي بيحبه. أعمل إيه بس يا حبيبي؟ إذا كنت اللي بحبه ده راجل عنيد خالص. أنا عنيد للمصلحة. إحنا بنلعب بالنار، بنبيع ممنوعات مش تفاح، ودي ملهاش إلا حلين، يا يعني نبقى مليونيرات يا إعدام. خلاص يا حبيبي، كل اللي تقول عليه ماشي، وأنا بقى من إيدك دي لإيدك دي. أنا مش مرتاح لعصمت ده. خلاص يا حبيبي، نشوف غيره. المعلم اللي بيشتغل في الصنف لازم يكون واعي ومفتح، وانا اعرف البني ادم من اول ما اشوفه. وانت يعني كنت شفت ايه من عصمت؟ تلاقيك بقى ركبتك الغيره، وقلت يعني في عقل بالك في بيني وبينه حاجه كده ولا كده. غيره؟ انا ما غيرش من واحد زي عصمت، بس انا حسيت انه مش جدع وممكن يلاوعنا في الفلوس. شكله كده خيبان وممكن يورطنا معاه. سيدي يا سيدي على المعلمين المفتاحه. ما أنا لو مش مفتح لمؤاخذة ما كنتش أزرعه في الأرض عندي، وأخلي الحكومة ما تعرفش أي حاجة ولا الجن الأزرع حياة. أوكي يا حبيبي، أنا همشي بقى وبأتصل بيك. طب ما تخليك نتعشى سوا. لا يا حبيبي، خلي العشاء عندي، هستناك. باي باي. باي حبيبتي. باي باي يا حبيبي. مع السلامة. أروح ولا جن؟ خدامك يا سيدي المعلمين. قولي. نعم. سمعت اللي حصل؟ أمن بالله ما سمعت ولا كلمة من اللي اتقال، أنا ما اسمعش اللي أنت تقوله بس. ده أنت كذاب كده. سلامة. تسلم يا معلم. سلامة. ده الشريط اللي انت طلبته مني، وهو اعترف فيه بكل حاجة. يا ريت بقى يا عصمة تخلصني منه كده. يا بدهم انتهى. يروح في 60 داهية حتى. ده انا شفته منه المر، شفت اسود ايام في حياتي. بس الحمد لله لحقناك. ايه؟ لحقتوني؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. نانا، أنا الرائد فتح السيد من مكافحة المخدرات. إيه؟ بتقول إيه؟ ما تخافيش، على العموم التحريات أثبتت اللي أنت مركيش علاقة بتصرفات أدهم. إيه؟ يعني أنت مثلت عليا دور المنقذ عشان توصل بالمعلومات اللي تقبض بيها على أدهم؟ ليه؟ ليه؟ أنا عملت إيه؟ انا عملت لك انت ايه؟ اهدي واقسم لك بشرفي مفيش ضرر عليك. ترجمة
الو ايوه يا فتح. عظيم عظيم جدا، كويس قوي قوي قوي. دلوقتي بقى نقدر نستصدر اذن من النيابه وحبعت قوه نهاجم بيها بيت ادهم والاراضي المزروعه بالممنوعات. بالظبط. شكرا قوي يا فتح، برافو عليك. سلام يا حبيبي. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. انتوا عارفين انا جايبكم ليه؟ عشان انتوا احسن رجاله انا عرفتهم. عايزين يضربوه ضرب موت. عارفين يعني ايه ضرب موت؟ ويتكتف. والتكتيف ده لعبتي ولعبتكم. ماشي. ماشي يا رجاله؟ ماشي. يلا. مين ده؟ قوم يا طوال. قوم. عايز ايه؟ سمعت ولا ما سمعتش؟ قوم. ايه في يا اخي انت في ايه؟ بس يا شعبان. انت مين وعايز ايه؟ انا الجن وجاي هنا عشان اربيه. تربي مين يا ولد انت اللي عايز تتربى؟ ركن عليه هنا. لا ساكن انت. بس يلا بس يلا تعالى هنا يلا. مش بتمشى تنطط اخويا رجب قطعك. يلا يا شعبان على بيت ادهم. يلا يلا مش انا عيد يا ولد غدا اخوك. ايه ده في ايه؟ تعالى انت ماشي. اطلع يا ادهم. الناس خلاص صحيت وفتحت، ما بقيتش تخاف منك. انت بقيت زي الفار. اطلع اطلع يا ادهم. اطلع يا ادهم. اطلع يا ادهم. اطلع يا ظالم. اطلع يا ظالم. اطلع يا مفتري. اطلع يا ادهم. شمتانين فيا يا كلاب. بس لا، ادهم ما ينهزمش. هقتلكوا كلكوا. هقتلكوا. اطلع يا ادهم. اطلع يا ظالم. اطلع يا ادهم. اطلع يا سلموا العهدة. استلم العهدة يا فندم. سلم نفسك يا ادهم. ما تسلم نفسك بقى يا عم ادهم، انت يعني تورطتنا وسبتنا. اقعد ساكت. حاسب ابني، حاسب ابني بعد ابوك. اعمل معروف، انا مستعد لكل شيء، كل اللي انت تطلبه. ما تخافش، مش جبان زيك. رجع للناس حقوق اللي سرقتها. انا مستعد ودلوقتي كل اللي انت عايزه. اللي انا عايزه خدت منك خلاص، ورديت اعتبار امي اللي نفستها برجليك. امك؟ انا ابن عوض الله يا ادهم، ابن سعديه اللي خرجتها من البلد بالليل واحنا اطفال. Thank you.
سامحني يا ابني. سبحان المعز المذل. دي نهاية كل ظالم يا ادهم. صح. سلم نفسك يا ادهم. بوليس ثانية واحدة. سلم نفسك يا ادهم. احميني ارجوك. كان على عيني مش بايدي يا ادهم. الاحسن لك انك تسلم نفسك للبوليس، على الاقل هو اللي هيحميك من الاهالي اللي بره. عن اذنك شوية. مش هينفع معاك. على بالك حصل. نزلني. اهلا يا ادهم. اهلا بيك يا بيه. اتفضل. فين؟ اتفضل. فين التين ده يا ادهم؟ فين التين ده يا ادهم؟